بمناسبة المهرجان الوطني لربيع البيبان، وعلى مدار 10 أيام يستضيف المركب الثقافي عائشة حداد ببرج بوعريريج حرفيين قادمو من مختلف جهات الوطن بمنتجات أبدعت أناملهم في نحتها وحياكتها وصناعتها. حرفيين من مختلف الجهات الوطن بالإضافة إلى 14 حرفي من ولاية برج بوعريريج جاءوا بمختلف منتجات الصناعة التقليدية من ألبسة تقليدية، صناعة الصابون التقليدي، منتجات الخلية، صناعة الحلي التقليدي، صناعة الحلويات التقليدية، العجائن التقليدية وكل ما هو له طابع بهذه الاحتفالية. المهرجان فرصة أيضا لالتقاء الحرفيين ببعضهم والترويج لمنتجاتهم والتقرب أكثر من المستهلك. هذه المعارض هذه يعاونونا بالدرجة الأولى التقرب للمستهلك، الدرجة الثانية نسوق المنتوج تاعنا يعني بطريقة نظامية. احنا نخدمهم بيدينا، هذه الخدمة مرة نخدمو فيهم بيدينا، ننتظروا شغل من المعارض هذوما ماذا بينا شغل اقصى حد باش نعرفوا بالمنتوج تاعنا الماكسيموم، ماذا بينا شغل تسويق، اهم حاجه هي التسويق. هذه فرصه لينا باش الانسان يبرز المنتوج تاعو، هذه هي. احنا عندنا مشكل تاع التسويق، هذا ما كان حاجه واحده اخرى الحمد لله. شاور بيع مثل ما هو مهرجان للترحيب بفصل الربيع فهو موعد يجمع بين الحرفيين وفرصه لتنظيم معارض اخرى وانشطه ثقافيه ورياضيه وألعاب وتسلية للأطفال.